شيء الإنسان يلحق شغفه ويدرس الأشياء اللي بحبها حتى يبدع والطريق قدامه تكون قصيرة. رح نتعرف على زيد بواب، هو مخرج وصانع أفلام، ونتعرف على هالشخصية الحلوة اللي بفترة قصيرة قدر يحقق الكثير. صباح الخير زيد. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. هلا أهلا. أنا كتير مبسوطة وبحب اللي عم بيحضرونا يتعرفوا عليك زيد. أنت هلأ عندك عم تعمل إخراج لفيديو كليبس وأيضا صناعة أفلام، كتابة نصوص ومونتاج. مزبوط. احنا اليوم بدنا نحكي على اطلاق الفيديو كليب الجديد اللي انت اطلقته لفرقه ميراج. هلا احكي لي اول شيء، نحن بنعرف انه فرقه ميراج اطلقت اغنيه تيقول هواك يمكن سنه 89. مزبوط. او 90، وبعدها اكثر من 25 سنه اعاده يعني نزلوها بتوزيع جديد. كيف كانت؟ احكي لي هيك عن تجربتك بهذا الفيديو كليب. هلا هو بصراحة يعني الموضوع كلياته صار بسرعة وبالصدفة، ويعني كان بالنسبة لي كثير شغلة حلوة انه فرقة لها هذا التاريخ في الأردن وعندهم هذه المعجبين وكل هاي الفيديو كليبس اللي عملوها قبل، انهم يوثقوا بمخرج جديد انه يعمل لهم الكومباك تاعتهم او الاطلاله الجديده تبعتهم. فبصراحه كثير انبسطت بهاي الفرصه وبالثقه اللي اعطوني اياها. كيف كان قد ايه يعني شو كان التحدي قدامك لما اشتغلت لهم اياها؟ صراحه كان التحدي انه يعني احنا عم نرجع نعمل فيديو كليب لفرقه ميراج اللي صار لها 20 سنة ما عملت تقريبا فيديو كليبس، والأغنية كثير محبوبة اللي هي تقول هواك، فكان كثير تحدي كبير انه الناس هل رح ترجع تحب الصورة الجديدة اللي رح تتقدم، هل رح تحب الفيديو كليب الجديد، سبيشالي انه خصوصا انه كل الناس بتحب الأغنية اللي قبل وبتحب الفيديو كليب القديم. فكان التحدي انه كيف فرق بهذا الوزن انه اعطيهم ايمج او صوره بتليق بتاريخهم وبنفس الوقت بتضيف لهم. طيب خلينا نشوف مع بعض تقول اهواك بالتسجيل الجديد والفيديو الجديد. بعدتي ورحتي لمين؟ شاء الله يا أنا بتحرق لسنين وعمري حلفتي والوفا دي باسم ربك بحلف يمين، اسمك ما ببكيني، عيونك شعلت لشبين وبوردك جرحتيني. يركض بينا العمر شاب الشعر، بتمنى طلتك وابعت مرسال ورا مرسالي لك، ما دريت يكون حسيت تقول لي كلام احلى من الاحلام واجمل ويضيع معانيها، تغيب سنين وسنين تغيب وما تسال والعشق لك ما زال. نحن شفنا الجزء الأول كان الفيديو لأغنية نهار الليل للفنان سند عزازي، بدي أوجه له تحية أنا. طيب خلينا نكمل نحن ميراج. هلا احكي لي أكثر، المغنية هلا عم تعاونوا مع روز الوير بهاي الأغنية لقدام إن شاء الله هم بيحكوا أكثر إيش ممكن يصير بيناتهم تعاونات. حلو. بس الأغنية تقول هواك صورناها إحنا بوادي رم جزء منها، وفي جزء منها عادي تصور في
في عمان واخذ التصوير يومين زادوا لثلاث ايام كمان قدام يعني. ونفسهم اعضاء الفرقه نفسهم اعضاء بس انه هلا روز الورد بالضبط، استاذ جمال الطاهر واستاذ عماد سلسع واستاذ زاهيثم الناصر واستاذ طبعا وائل ابو نوار. يعطيك العافيه زيد، شغل كثير حلو. خلينا نحكي على الفيديو الثاني اللي هو للفنان سندى زازيه، بستايله جدا مختلف نهار وليل. احكي لي عن تجربتك بهذا الفيديو كليب. نهار وليل كان تجربة مختلفة عن تجربة ميراج، لأنه أول إشي الأوديو أو الأغنية مختلفة ونوعية الموسيقى مختلفة. هون عم نحكي بأغنية بنهار وليل، عم نحكي بأغنية هادية لفنان أول عمل لإله مصور. مع ميراج عم نحكي بأغنية فيها خلط بين مزيج بين الروك والعربي. أوكي. الموسيقى العربية. فأكيد طبعا تجربة الإخراج لعملين مختلفين لأنه الفنانين مختلفين ولأنه الأغنية مختلفة كتير بيختلفوا عن بعض. نهار وليل التصوير بصراحة كان كمان جو مختلف، لأنه السند كان يعني عمره من عمري. أيوة. فأنا وياه بتقدر تحكي أنه يعني خلاص صرنا أصحاب، يعني بنطلع بنفس الوقت عم نحكي قاعدين بالشغل وبهاي الأشياء. وكمان مشروع سند يمكن صار بسلاسة أكتر شوي عشان موضوع الموقع اللي صورنا فيه. بميراج عم تحكي بتصوير بوادي رم وغبرة وشوب وأشياء زي هيك، أما بتصوير سند كان تصوير بموقع واحد لمدة يومين اللي هو كان صورنا ببيت في منطقة الويبدة. حلو. فكانوا تجربتين كثير مختلفين، بالانرجي على الست كانت مختلفة، بس تنين كانوا يعني تنين كانوا تحدي، لأنه هناك عم نعطي إيمج أو صورة للفنان بأول عمل مصور لإله، أما مع ميراج عم نكمل إيمج معينة موجودة عند فرقة وعم نزيد على بعدين. أنا حبيت لما قلت لي أنه كان التحدي قدام ميراج أنه هم خبرتهم بالفن قد عمرك يعني. بالضبط يعني هاي هي. فبصراحة يعني بدي أوجه لهم يعني تحية كثير كبيرة أنهم وثقوا سبيشالي أنه أنا كنت جديد وهلا مبلش. أوكي. فأنه أعطوني الثقة أنه أنا أحمل مسؤولية الفيديو كليب اللي هم عاملينه عشان يرجعوا فيه. هاي كانت شغلة كثير حلوة بصراحة. حلو. هلا بدنا نيجي للفيلم. انت كمان لما خلصت انت درست بجامعة الأميرة سمية انيميشن. مزبوط. بعدين عملت دراسات عليا برسيكا او معهد البحر الاحمر للفنون السينمائية، وعملت درست فيه صناعة افلام. كان مشروعك التخرج فيلم ابو الهش اللي هو كوميدي. خلينا نشوف مقاطع من ابو الهش ونرجع نشوف نحكي مع زيد بواب عن عمله بهذا الفيلم. في 16 كانون الأول 2008 ضرب الدنمارك زلزال قوته 4.4. كنت ماكل مقلوبة. 36 شخص ماتوا وأكثر من 200 انصابوا في انفجار تشيرنوبيل. كانت أول مرة بوكل فيها كبسة. وكمان 15,867 شخص ماتوا في تسونامي اليابان. يومها كنت ماكل منسف وناسفتهم كلهم. زيد، مين أبو الهش؟ أبو الهش هو الشخصية الرئيسية في الفيلم، هو عمل دوره الممثل عمر عرفة. أبو الهش هو شاب بيفكر إنه من هو صغير كل كارثة عم بتصير بالعالم عم بتصير بسبب المغص اللي عم بيصيبه ببطنه من وراء الأكلات اللي عم بياكلها. فبيقرر بيوم من الأيام إنه ينهي حياته بالمشهد زي المشهد اللي إحنا شفناه عشان ينقذ البشرية. طبعا بتصير أشياء تانية بعدين. هلأ هو مدته 15 دقيقة كوميدي، بس شو الرسالة اللي بدك توصل لها بالنهاية؟ هلأ هو الرسالة صراحة اللي كنت أوصل لها إنه إحنا كلياتنا كل شخص فينا دائما في عنده perception أو إشي بفكر فيه عن مفهوم معين عن حاله
بيكون بس هو بفكر فيهم، فكر انه كل الناس شايفيته، بس هو بيكون هاي شغله بس براسه، هو بس بيحتاج الشخص المناسب او الحدث المناسب بحياته انه يغير له هذا التفكير الخاطئ عن نفسه. فبس هاي هي الرساله يعني اللي كنا حابين نوصلها من خلال الفيلم. هلا انا هون حكيت بالبدايه انه كثير مهم الواحد يلحق الشغف تبعه، فلازم انا كثير بحب اعرفكم انه زيد بلش يدرس الفصل الاول طب، انت مزبوح. بلشت دخلت وبلشت تدرس طب، طب شو اللي خلاك يعني ترجع تغير وتدخل؟ يعني هلا انت مواليد اي سنه يا زيد؟ 89. يا زيد مواليد 89، اسم الله عليك. طيب يعني شو اللي خلاك خلصت اول فصل طب وبعدين غيرت ومشيت للافلام ليه؟ هلا هو صراحه يعني الناس كلياتها بتكون مبسوطه وقت ما تطلع معدلها بالتوجيهي، انا حسيت معدلي كان بالنسبه لي كانه شغله راح تخليني اني ما الحق الشيء اللي انا حابه. ف يعني صار في نقاش عندنا بالعيله وطبعا مع اهلي، وبتعرف اللي بيجي معدل عالي يا بده يدرس يا طب يا هندسه وهذا الحكي. بس بصراحه يعني جربت خلال فصل الطب اني انا كنت حاس حالي انه انا مش هون محلي، يعني هم عم بيحكوا بشيء بجهه وانا تفكيري رايح بتفكير ثاني. وخلال دراستي بالجامعه سمعت عن تخصص الانيميشن بجامعه الاميره سميه، وبنفس اليوم بصراحة رحت سألت عن التخصص ورجعت على أهلي حكيت لهم أنا يعني مش حابب الإشي اللي أنا عم بدرسه وبدي أحول تخصصي، وهيك تكمل الموضوع. كملت وكملت دراسات عليا. بالضبط معي. هلا أولها كان طبعا إنه يعني أهلي خايفين علي يعني إنه بدهم مجال يعني بالضبط مش سهل، بس الحمد لله يعني هلا الكل اقتنع والكل طبعا ما دام عم بيشوفوا هالنتائج. وأهم شيء يعني حبك للشغلة وثقتك بحالك لما بتعمل هاب تلعب دور كتير كبير كيف الناس بتشوفك. هلأ لوين حابب توصل زيد؟ هلأ هينا ماشيين إن شاء الله بخطة إنه صراحة أنا جزء من الإشي اللي خلاني أفوت أدرس صناعة أفلام هو الأغاني المصورة والأفلام القصيرة والأفلام الطويلة إن شاء الله في المستقبل. أنا بصراحة من خلال العملين اللي عملناهم الأغاني المصورة حابب أوصل للفنانين عندنا في الأردن أو حتى الفنانين في الوطن العربي إنه مش ضروري الفنان يروح على بلد تاني مثلا مثل مصر أو لبنان عشان يحصل على الأغنية مصورة بنفس الكواليتي والنوعية اللي ممكن يحصل عليها برا. يعني صار عندنا ناس في الأردن ممكن إنهم يعطوه نفس النوعية اللي هو بده إياها بدون ما يغادر الأردن. الشغلة الثانية إنه كمان ماشي بشغلة كتابة النصوص لأفلام قصيرة، وإن شاء الله كمان يعني نعمل أفلام قصيرة أكثر عشان نوصل لبعدين. طبعا اللي هو بعتبره أنا يمكن الحلم لمعظم صناع الأفلام والمخرجين اللي هو عمل فيلم طويل. برافو عليك عن جد يعني شاطر زيد، وبحب أقول إذا بتقدر تشوف الأغاني نحن شفنا مقتطفات منهم، إذا بنحب نشوف يعني شو المستوى اللي عم بيحكي عنه زيد بواب بنشوف أغنية نهار ليل على يوتيوب وأغنية ميراج تقول أهواك بالشكل الجديد اللي نزلت فيه. أنا بهاي المناسبة علشان عم نحكي على المستوى التصوير بس بدي أشكر كل فريق العمل وكل الناس اللي اشتغلوا معي، لأنه الناس بتفكر إنه في ناس بتفكر إنه الشغل بس بيطلع من المخرج. كل الأعمال هاي في وراها فريق عمل كتير كبير. أنا بدي أخص بالذكر المنتج جورج الوير ومدير التصوير غسان نظمي، بصراحة يعني لولا الناس اللي اشتغلوا على هذول الأعمال أكيد كانت النوعية كثير راح فريق العمل الكامل. أنا يعني بودي أن أذكر أسمائهم كلهم بس الوقت ما بسمح. نشكرهم أكيد. بس ما كان طلع العمل بهالأعمال بهاي الصورة. نعطيك العافية، وأكيد لما يكون الكل متحمس لفكرة جديدة بيبين الإبداع كله. زيد بواب شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم، نتمنى لك المزيد من التقدم على أمل نلقاك مرة تانية بأعمال جديدة، وضل هيك دائما رافع راسنا وأنت تكون فخور بحالك أهم شيء. شكرا زيد. شكرا كتير. أهلا وسهلا.